لكن تتعجب لما يأتي الإنسان ويغرد ويقول والله مثلا أغلقت مكاتب الرافضة وأهلها كلهم ليس عندهم ابتداع. عندهم الصوفية، ارجع إلى مقاطعهم في اليوتيوب، صوفية فيها غلو، يمكن أن تكون مثل الرافضة أو أعظم في الشرك بالله عز وجل وتمدح ومشهور. طيب مثل هذا لما يسمع بعض الناس لما يذهب، تصور لو أخذ بهذه التغريدة ثم ذهب في ذهنه أنهم فيه منهم فيهم الخير، ما نعمم لكن نقول فيه. أما أن تعمم وتقول أنهم لا يبتدعون، الله أكبر، لا يبتدعون. ولما ترى بعض المقاطع تقول هذا لا يمكن، يسجدون لغير الله عند أوليائهم، بل يلعقون ويشمون نعالهم، أعوذ بالله. الطواف بالقبور وتمدح وتقول أنا والله متخصص في العقيدة ولا دارس ولا دكتور في الجامعة، يا أخي اتق الله بنفسك يا أخي، صراحة يعني أشياء غريبة وعجيبة.